عايشين نحن؟ احكي بأدب يا ابني. بلا أدب بلا بطيخ. وقت بتكونوا مؤدبين ومحترمين مع الناس كل قاعدنا محترمة، ومو كل الناس بتخاف من رتب الخرطوش. فحمل حمالك انت وياه واطلعوا لبرا احسن ما كونكم باردكم. نزل ايدك يا ابني. قوموا بالكم يا شباب، ما بدنا نكبر القصة. لا بدنا نكبرها، يهجم على الضيعة ويبطح زلمة هدبوه بالأرض. شو وين مفكر حاله؟ الناموس ما بتخبى ولا بيخجل صاحبه. ولك نزل ايدك عم بقول لك. مالي منزل، خلي زلمتك يشيل السلاح من ايده احسن ما كونه جثة. لك خلص بعد هيك. مالي مبعد وزعرني ما عاد بدها. شو لك؟ تهجم على بيوت الناس، شو بتسميها يا سيارة المقدم؟ ولك اتركوا انت يا ولك بقى. اترك راح اتركك بثواني، بتاخذ زلمتك وتطلع لبرا ولا بقى ترجع لهون، عم تفهم؟ لبرا. شيرين وينها؟ شيرين بتشوفها بالمحكمة وبدها تسجل ابنها غصبا عنك. بنتك خانتني يا ابو شيرين، بدل ما تروح تذبحها يا عديم الشرف. نحن ما بنذبح حدا يا سيادة المقدم، نحن مسؤولين عن بنات ضيعتنا، واللي بده يقرب عليها بده يقتلنا نحن بالاول. والله خليكم تدموا على السهل واللي انتم فيه. امشي ناصح. خذ ناصح خذ. روح بليط البحر. الله ينتقم منك. بس الله ينتقم منك. الله ينتقم منك. انا خايف عليكم يا شباب. هذا ما بيخاف الله. لن يسوبكم الا ما كتب الله لكم. لا تخاف عنك ولا ما نحن معك. الله يخليكم يا شباب. والله شرفك من شرفنا. عود. سيدي طول الطريق ما خليتني احكي لك. استاذ ممكن احكي بس كلمة؟ شو بدك تقول؟ ها؟ استاذ بابا هون؟ روحي انا مش روحي. تفضل شو بدك تقول؟ ما بعرف سيدي. ليش عم تتفلسف هيك؟ سيدي ممكن تهدي حالك شوي؟ لا بقى تقلي هدي حالك. حشرات تطور علي وتحاول تضربني؟ قبل ما فوت على السجن كندوس ارض الشام صنوبر حلب يرجف، هلا شوية صيصان يتهجموا علي انا؟ شو صار بالبلد؟ العمى؟ لا عاد حدا استحى ولا عاد حدا خجل. أوساخ بدها تتطاول على السيادة. أخصم بشرفي لخليهم يقولوا اسمي قبل الصلاة وبعدها. لخليهم يركعوا قدامي واحد واحد وخلي الدنيا كلها تتفرج عليهم. سيدي روحتنا لحالنا كانت غلط. أنا ما بغلط معك. ما بقصد سيدي. هنن اللي بيغلطوا. أشرف الناس ما بتغلط. طبعاً طبعاً سيدي. لكن ليش عم بتقولوا غلطنا؟ ليش؟ سيدي اللي قصدته إنه كنا ما لازم نروح لحالنا، لازم ناخذ عناصر أكثر معنا. مثل ما بتعرف الرجال بتعمل هيبة. أوعك. أوعك. أنا ما باخذ هيبتي من حدا. ونحن ما غلطنا. آسف سيدي. الغلط إنه هالحشرات هاي ما عادت تتحبك. أنا يتهجموا علي صعليك؟ ماشي الحال. ناصر بدي معلومات كاملة عن أولاد الكلب. لازم يطلع حولهم شيء. بدي اتلزز وهنن عم بيبوسوا صباطي. بدي دوس راسهم واحد واحد. أمرك سيدي، بس اهدأ الله يخليك. لا بعد اللي اهدأ، بدي اهدأ. بدي اياهم راكعين هون. خلص سيدي، بصير مثل ما بدك. بتجيب عنهم كل شيء من يوم اللي ولدوا، وخاصة هذا الكلب اللي قال لي اطلع لبرا. بدي اياه يطلع برات الحياة. عم تفهم؟ عم بفهم سيدي. روح على بيتكم خلص. أبي شوفي، أبي حاكيني شوفي يا جماعة، حدا يرد علي، حدا يفهمني شوفي شو صاير. أمي ردي علي شوفي. لا الحمد لله ما صار شيء، بس كان جوزك هون وعلي هو أبوك. جوزي؟ أبي رؤوف طلع من السجن؟ رؤوف إجا لهون؟ شو حكاك؟ شو عمل لك؟ فهمني. بوسة لإيدك، بوسة لإيدك، فهمني شو عمل لك. كنت بتخيل تجيني فرحان وضحكتك شبرين وجاي تشكرني على الشيء اللي سويته. طبعا سيدة، انتو ما قصرتوا ابدا، وفضلك ما رح انساه طول ما انا عايش. بس طلعت ولقيت كومي من المشاكل نظرتك. لا جيتي ما لها علاقة بالمشاكل. انا الحقيقة جيت لانه مشتاق لكم وحابب اشوفكم. وبالطريق بتحكي لي المشاكل.
طبيعي سيدنا لأنه مالي غيرك. اللي شايفه أنه مالك غيري بالحل وبس. كنت بتمنى ما يكون لك غيري قبل ما تعمل شيء. شوف شو صار فيك وقدرت لي ظهرك. طول عمري بستشيرك سيدي. من كم سنة صحيح. بعدين حسيت حالك أنك كبرت وما عدت بحاجتي. لهيك وقعت. المشكلة أنك شخص متهور ومندفع ومالك شايف حدا. وحاسس حالك أنه بتقدر تهد كل حيطان الدنيا بالقوة وإيد الحديد. بس هذا مو صح يا سيادة المقدم. سيدنا عفو الله عما مضى. بوعدك ما رح أخطي خطوة واحدة من غير ما استشيرك. بعد شو؟ ليش وصار؟ ما صار شيء. فتت على السجن بخمسين تهمة وهلأ جاييني بقضية جديدة. سيدنا كلمة واحدة منك للقاضي منتهي كل شيء ورح شلك إياها فوق راسي. بس هي مرتك مو؟ لا. كيف لا؟ وعم تقلي كنت مسكنها بالفيلا وناطر منها ولد. مزبوط، بس ما لمرتي. لو جابت لي ولد كانت صارت مرتي. رؤوف، مو ظابطة القصة. فهمني، احكي كل شيء حتى افهم واقدر ساعد. خانتني. يعني مرتك. خدتها من بيت اهلها لحتى تجيب لي ولد وما سجلتها بالمحكمة. طيب. واحد من عساكري دخل لعندها. رغم اني قافل عليها ومعبي البيت كاميرات. ما حدا بيقدر ينطر حدا. حبلت منه. بدك تلبسني القصة. معناها عنا 100 مشكلة وكل مشكلة أعظم الثانية. سماهر ومرتك الثانية والولد والعسكري والشباب اللي تهجموا عليك ورئاسة القسم اللي بدك ترجع له. والله خاربة منيح يا أفندي. إذا بضل برقع وراك شهر ما بخلص. صغار سيدي صغار. صغار عليكم. مو قصة صغار ولا كبار. قصة إنه واحد وقع بكل هالمشاكل. ولد صغير وبده ترباية من جديد. سيدنا اسمعني منيح. الولد رؤوف لازم يموت. وكل هذا الحكي الفاضي اللي جاي مشانه لازم تنساه. حكي فاضي؟ طبعا فاضي. حاسس قدامي واحد فارغ وولد صغير كل همه يلحق مين كسر لعبته. اصحى يا رؤوف اصحى. لحتى رؤوف الكبير يعيش الولد بده قتل. وتصرفات الطيش تبعك بدك تنساها لحتى ما تتكرر تجربتك وما نقدر نوقف معك. حلك تترك قتال الساحات لجماعة العضلات. عود بالسما يا أخي، عود بالسما وراقب اللي عم بيصير على الأرض. رجل الأمن دماغ نظيف قبل ما يكون سلطة يا رؤوف. بس هلا شو بتساوي زيدي؟ كلامي واضح. أنا في نار جواتي إذا ما طفيتها ما رح يكون طبيعي. قدامك حلين. يا بتنسى الماضي لحتى تحسن تكمل، يا أما بتخلي نارك تحرقك. اختار. سيدنا موضوع الدعوة مصيري بالنسبة لي. وسماهر استعد نساه. والعسكري ما بعرف. بدك تعرف؟ صدقني ما بعرف. طيب والشباب اللي تهجموا عليك ورئاسة القسم والمقدم فايز والدكتور صلاح والشخصيات اللي استفزيتها بدفتر مذكراتك وغيره وغيره وغيراته. ارتاحوا شباب. تعرفوا اذا بيفلت واحد من بين ايديكم شو راح اعمل فيكم؟ الله يا سيدي الصح تسالنا اذا مسكتوهم كلهم شو راح تعطينا؟ يعني واثق من حالك؟ طبعا سيدي. كفتكم الحقيقية إذا هاي الأسماء كلها انكمشت رح تكونوا رجال رؤوف عن جد. إيش قاطع كلها؟ ما في شي سيدي، بس إنه بلكي في شي نحليت منه فيه. تفضلوا ارتاحوا. دوبوا بيضوني وشي وما عليكم. وش أبيضهم سيدنا؟ بلا يلوفك خلونا نبلش. فيني بلش أنا سيدي؟ تفضل. في واحد من الأسماء المطلوبة فينا نمسكه بأسرع ما بتتخيل. مين وكيف؟ عبود نصار. ساكن بعيد عن بيت أهل رفيقي 5 أو 6 بيوت. ما حدا بالحارة بتجرأ يحكي معه. في قنابل ببيته واللذي منه مشراني من يوم يومه وكل أهل الحارة بيخافوا منه. ماله شايف حدا قدامه وبيسعر الزلم بعدد الرصاص الموجود بمخزن سلاحه. كل ما بصير اقتحام من الأمن الجنائي ببلش القواص، ولما بيحسن يفوتوا على البيت ما بيلاقوا حدا جوا.
منين بيطلع الرصاص وكيف بيهرب؟ سيدي هلا كيف بيهرب ما بعرف، بس منين بيطلع الرصاص هلا بشرح لك اياها. اشرح لي. سيدي اكثر من 10 بيوت بالحاره نفسها من عيلته، وبس يدخل الامن الكل بيسحب سلاح وبيبلش. حاول الامن يطوق الحاره كلها، بس الغريب انه بكل بيوت ما في ولا رجال واحد، كلها نسوان وختاير كبار. ومره في دوريه امن اخذت نسوان ومعهم شويه ختياريه رهيني، انه بلكي بيحسنوا يضغطوا عليهم عشان يسلموا حالهم. ما في خواص، ما في حدا قرب. ايه صار الامن يعمل كل 3 شهور كبسه على الحاره وما يطلع بيدهم شيء، وبعدين ترجع الامور مثل ما كانت. طيب كيف بدك تمشون بسرعه مثل ما عم تقول؟ سيدي الغلط انه عم يصير الاقتحام بالليل وعلى الحاره. قصدك نفوت بالنهار؟ لا سيدي، الحاره كلها ما لنا شغل فيها، وهذا الغلط اللي كنت عم بحكي فيه. انا اللي قصدي اقوله انه نحن عم نحاول نصطادهم بموقع كتير حصين، لانه الحاره بالنسبه لهم نقطه كتير امنه، ومجرد ما دخلوها ما حد استفيد شيء. لك شو ما نستفيد؟ انا مستعد هد الحاره فوق راس الكل، المهم انه نكمشهم. يا سيدي بس بالحال بنقتلهم ما بنمسكهم. وين المشكله؟ الامن فوق كل شيء. بس انا بشوف غير هيك. براو صاير عم نشوف كمان. سيدي نحن عيونك، واذا بدك ايانا عميان تأمر. كمل. سيدي بكره بدون سيارات ودوريات رح نوزع شبابنا على كل مداخل الحي، واي حدا طالع من الحاره على شغله رح نمسكه مين ما كان يكون، والسرافيس والتكاسي الشغالة على الخط كلها تبعنا، واي حدا طلع ماشي برات الحاره بس بعد شوي من دق فيه بدون ما نلفت نظر، وهيك بنكون عملنا تنظيف سريع وبدون شوشره. بعدين هيك الحاره بتفضل وفهمك كفايه. بلكي مكان ببيته. وارد سيدي، بس انا ما رح خبرك نبلش قبل ما اتاكد انه جوات الحاره. وهذا ملفه سيدي. يلا ابي انا جاهزه. شو ابي خايف؟ خايف عليك يا بنتي. لا تخايف علي يا ابي، خوف ما بيجيب غير الخوف، وانا رح كمل للاخر. من وقت ما فت على بيت رؤوف وعرفته على حقيقته، وأنا كل يوم بتمنى فتح عيوني ولاقي حالي قوية وقدر وقف بوشه. هلا شوية المسخرة اللي عملهم هم رح يخوفوني. أنا ما بدي أتنازل عن الدعوة، بتثبت الولد لو شو ما صار. الحق علي، حق علي، أنا اللي رخصت فيكي كتير، كان بدي حدا يهنيكي. معلش قبل اللي صار صار، أنا كمان ما كان لازم أقبل أتزوج بدون زواج محكمة. ما كنت متخيل يطلع هيك. ليش مين كان متخيل؟ يلا تعال نمشي. يلا بابا يلا. ديروا بالكم على حالكم. يلي الله كاتبه يا محلى. الله معكم. ادعي لنا أمي. الله معكم. يلا يحميكم. الله يحميكم. صباح الخير. هلا ناصر شو بدك؟ مش الحاجة بنزل، تعذبنا شوي بس شباب تعاملوا معنا. وينه هلا؟ تفضلوا لنا غير شوي. سلام سيدي. جبل مع جبل ما بيلتقوا، بس رؤوف مع الكلاب بيلتقي. ليش تغير لونك؟ عيان؟ سيدي داخل عليك، أنا كل عمري خدامك. رح ضل عمر تاني وتالت تخدم وبس. يا ابنك سيدي غصب عنك. مظبوط سيدي غصب عني. سيدي بعرف. لهيك بدك تنفذ اللي راح اقول لك اياه بالحرف، لانه هالمره ما في مين يتشفع لك.
أنا بيمنعك. والله والله بلي اسم الله لو ما طلعت لي الشغلة هي لخلي زريتك كلها تتشفع لك من جد جدك من أيام الجاهلية لهلأ، لخليهم يطلعوا من قبورهم ليبوسوا إيدي ورجلي لحتى أعفي عنك. صح صح قالوا سيدي. أنا جاهز لكل شيء. طبعا بدك تكون جاهز غصبا عنك. غصبا عني حاضر. ايه يا ابني، في ادعاء من قبل المقدم رؤوف عليك وعلى المتهم شيرين بتهمة الافتراء، شو بتقول؟ سيدي اذا كان الكذب بنجي الصدق انجم. طيب هات الصدق لنشوف. سيدي انا كنت اشتغل عند سيادة المقدم رؤوف 3 سنين. بالسنة الثالثة نويت اني اتجوز، اما طلبت منه مبلغ 100,000 ليرة والزلمة ما قصر، أعطاني 100,000 ليرة وراح معي على بيت أهل الشيرين لحتى نطلب إيده، وكتبنا كتابنا عند شيخ معروف بالشام مشان نسجله بالمحكمة الشرعية. سيدي وللأمانة سيادة المقدم ما قصر معي ابنه، وكان معي وحدة بوحدة وضل معي لحتى استأجرت غرفة على قدي وسكنت فيها أنا ومرتي. مرتك اللي هي شيرين؟ أي نعم سيدي. طيب كمل. بعد ما تجوزت صرت أتأخر كتير على دوامي بالفيلة تبع سيادة المقدم. سيادة المقدم نقرأ كتير إنه صرت عيد التأخير كذا مرة، قام قال لي شوف يا عابد، يا أما بتلتزم بالدوام منيح يا أما بتشوف لك غير شغلي. كنت أنا دخلت عليه سيدي قلت له مشان الله سيدي، وبستل له إيدي ورجلي إنه أنا مالي إلا هالشغلة وما بفهم بشي تاني. للأمانة يعني هو كان كتير منيح معي وشرحت له شو وضعي، قلت له أنا متجوز جديد والغرفة اللي مستأجرها بعيدة كتير عن الفيلا والمواصلات صعبة وكل يوم بدي 2 ساعة للأصل، وإذا بدي أخذ تاكسي سيدي بيروح راتبي كله تكاسي ما بتوفي معي، يعني الراتب كتير قليل. أم الله يوجهه للخير اقترح علي شغلة، قال لي طب شو رأيك في عندي غرفة بالفيلا بالجنينة تبع الفيلا، جيب مرتك وتعالوا اسكنوا فيها. أنا طار علي سيدي ما صدق وما كذبت خبر، رحت دغري جبت مرتي شيرين وجينا سكننا بالغرفة اللي هي الصغيرة اللي بالفيلا. شيرين وقت شافت الفيلا طع على سيدي وبلش هيك يعني نفسيتك كلها تتغير، يعني صارت غير بني آدمي وبصراحة أنا كمان يعني ضعفت سيدي. لحظة لحظة، وحدة وحدة، بعد ما تغيرت نفسيتها شو اللي صار؟ يوم من الأيام كنا قاعدين أنا وشيرين بالغرفة تبع الفيلا والكهرباء كانت مقطوعة، هو في مودة بس كانت عطلانة بالصدفة يا أما ما في معزول ما بتذكر، أم شعلنا شمعة وقاعدين أنا وياها هيك جو يعني، أم نطلت لعندي وقالت لي ولك عابد عبودي. لك ولعية شو بتنقي شو بدك وليك؟ هلأ هي الفيلا الحلوة اللي برا ليش ما تكون إلنا؟ شو ها؟ شو أمرتي؟ يعني قصدي بدل ما تكون لرؤوف أو لغيره ليش ما تكون إلي أنا وياك؟ والله ما عم بفهم عليكي، يعني شلون بدها تكون إلنا أنا وياكي؟ بشوية شطارة وفي الهواء. شيرو هل وقت ما تقطع الكهرباء بيفصل الشحن عندك أنت يعني بصير عليك بيخض وبياخذ وبجيب، شو بصير لك؟ ليش هيك عم تقول عبودي؟ أنت ما بتعرف شيرين وقت بدها شي شو بتعمل؟ هلا شو بدك قولي؟ بقول بس ما بتضوج علي وبتطور وبتقصر وبتعصب مثل العادة؟ لا خلص قولي بس. ما بدي، وعدني بالأول إنك ما رح تعصب علي وتسمعني للآخر. لك العمى بعيونك وليك قولي بقى احكي شو بدك. رح احكي. نحن ما فينا نقب على وش الدنيا إذا ما كنا ماسكين عليه شيء. لمين؟ لرؤوف. شو بدنا نمسك عليه؟ أنا رح أقول لك على قصة، إذا زبطت رح يركض ورانا بإيديه ورجليه مشان يراضينا، ورح يدفع اللي فوقه واللي تحته مشان يطلع من القصة وما ينفضح. ينفضح؟ هلأ مو هو ضابط؟ يعني شمت الهوى محسوبة عليه والغلطة عنده بكفرة، ونحن إذا ورطناه بهالقصة رح يدفع ملايين مشان يخلص منها. هلأ أنت شو بدك؟ ما عم بفهم عليكي قولي. أنا رح أقول لك بس
شوي شوي. ايه انا مرت رؤوف مو مرتك، والبوبو اللي ببطني ابنه مو ابنك. شو عم تقولي وليه؟ طب مو انت وعدتني رح تسمعني لاخر بدون ما تعصب؟ لك الحما بعيونك شو بدي اسمع؟ شو جنيتي انت؟ لك لا جنيت ولا شيء، هي تمثيليه منخلصها ونرجع لبعض ومعنا ملايين. اسكتي 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 وحاجة تخبصي. انا ما عم خبص، انا رح ارفع عليه دعوه تثبيت زواج. عندي واحده رفيقتي عملت هيك مع واحد غني صاحب معمل وزبطت معها القصه. لك الحما بعيونك على الحكي، لبقى تكملي ها؟ لبقى تكملي. لا بدي كمل. بعد ما ارفع عليه دعوه تثبيت الزواج بنقول انه هو قال لك تمثل قدام العالم لانه مرتك الك مو مرته له، وكل الناس هون رح تشهد لانه شايفيني هون بالفيلا، والقصه هيك رح تكون لابسته لابسته. صدقني عبودي والله القصه مضمونه، انا بس بدي اياك ترضى. كلك سكتوا لك سكتوا ولا حرف ها؟ شو ما فيكي شرف انت؟ هلا لا تقلي شرف وما شرف، الشرف الحقيقي اني اخلص من هالزباله. شو ليك؟ لك انا صرت زباله يا بنت الحرام؟ لك مو انت مو انت، انت حبيبي وتاج راسي، انا قصدي اخلص من الفقر هو الزباله يعني. اقسم بالله العظيم اذا بتفتح هي السيره تاني مره لسانك بدي اقصه. عم تفهمي وليك؟ خلص حبيبي الله يخليك لا تزعل مني، اقصف عمري والله ما قصدي زعلان. ومن نعمه خلتي تضربي بها الوليد. ايه وبعدين؟ سيدي صارت كل يوم بتذكرني بالقصه. والشيطان شاطر سيدي ابن حرام يعني، والله ما قدرت عليه. ضعفت كثير قدامه. يعني عطشان وطلعوا لي سطل مي من البير. بعد ما صفنت لقيت انه الخطة كثير منيحة ووافقت. لقيت انه إذا ما عملتها رح ضل فقير، ورح ضل كل عمري أجير عند الناس. يعني مو مهم كيف بتجيب المصاري؟ لا سيدي مهم، بس يعني ساعد غفلة. لك خطة عم ترسموها مع بعض شهور وبتقلي غفلة؟ سيدي الله وكيلك، أنا ما كان بدي بنوب حتى أسألها لشيرين سألها. طيب طيب شيلنا من هالحكي. كمل. سيدي نحن رفعنا الدعوة أول ما فات سيادة المقدم على السجن. طيب ليش عم تعترف بهالبساطة هي؟ سيدي لأنه أنا وقت عرفت إنه هويتي مزورة فتت معه لسيادة المقدم على السجن. بصراحة يعني خفت إنه شيرين تطلب الطلاق بما إنه أنا بالسجن وتتنعم بالمصاري لحالها. يعني لو ما فتت على السجن كنت رح تكمل. ما بعرف. أنا اللي بعرف. سجلت أخباري يا ابني. نعم سيدي. في شيء بتضيفه؟ سيدي أنا بدي ابني. يعني أنا ما رح أسمح لشيرين تسجل ابني باسم حدا تاني. أول شيء نشوف على شو تستقر التحقيقات. بعدين في تحليل طبي شرعي للتأكد إذا كنت أبو الولد ولا في حدا تاني مالك علم فيه. شو عم تحكي سيدي؟ هذا ابني أنا، طبعا أنا أبوه. شو عرفك؟ بجوز اللي عاملة كل هالألاعيب إلها علاقة مع واحد تاني. أعوذ بالله سيدي، مرتي كثير شريفة. واضح واضح. عندك شيء تاني بدك تقوله؟ لا سيدي. سجلت أقوال يا ابني؟ نعم سيدي. سكر المحضر يا ابني. يا حسن استلم. سيادة المقدم تفضل. يعطيك العافية. أهلين. تفضل. شكرا. المتهم أقر بجريمته بدون أي ضغط. عظيم. إيه بس لازم تعمل ادعاء جنائي، لأنه الدعوة اللي رافعت عليك رح تسقط بمجرد إن عرضت على الطبيب الشرعي. سيد القاضي أنا بدي حقي بالكامل. بدي ادعي عليها بتهمة الغش والاحتيال ومحاولة النيل من شخصية عامة، هذا حقي. طبعا حقك. بس لازم تقدم عروض للمحامي العام. معروض معروض فورا. خلي شيرين تطلع لعنا او منفوت نحن لعندها. شيرين مثل ما سمعتني. شو في يا سياده الدقيق؟ هيك بتعرف شو في. الله يخليك فهمني عمي بسرعه، بعتها ما عندي وقت للآل والإيل. بعتها احسن ما نفوت على البيت ونزعج الناس اللي جوا. طيب من حقي اعرف. من حقك تعرف بالقسم مو مني. بتحب الحق اشوف شو قصتها، ما عندي مانع. بس يعني عمي لا تاخرني اكثر من هيك، احسن ما اطلع اخلاقي عليك. ها ولا لك ليش عم باخذ واعطي معك انا؟ فوتوا جيبوها. لا لا خلاص رح ناديلها بسرعة. معك دقيقتين. ايه حاضر.